Coucou, bonsoir à tous. Comme j'espère que vous allez bien. Aslem, coucou les filles. Alors aujourd'hui, on va parler باش نحكيو على مفهوم الطاقه الايجابيه. ديما نقولوا احنا طاقه ايجابيه. دونك عسلامة عربيه يمزيان انت فحلي اسمك، راني جادور طون برينوم. دونك جو ديزي مفهوم الطاقه الايجابيه اش معناه، شنو هي الطاقه الايجابيه هذيا. اون فا بارلي علاقتها بالماكله، باش نفهموا علاش احنا كي ناكلوا اكل غير صحي. بس سيري باش نفهموا علاش كي ناكلوا اكل غير صحي طاقتنا زاده تتاثر. من قبل هذا الكل باش نحكيو على سي كوا الطاقه الايجابيه، معناها مفهوم الطاقه الايجابيه شنو هو المفهوم الحقيقي للطاقه الايجابيه، معناها مش كيف ما فاهمينها، و والعلاقه بيان سور مع الاكل، خاطر الاكل باغمي لي سورس نتاع الطاقه نتاعنا. هذاك علاش تفهموا علاش ديما نحط لكم ديما جو بارطاج افيكو باغ اكزومبل دي ريسيت ولا حاجه باش تقعدوا تاكلوا كورمون او ميم طون فو مانجي فو مانجي هيلثي. دونك دونك فوالا، دونك سي فو افي دي كيستيون ديجا فو بوفي لي نوتي و on en reparlera après. بالنسبة للي كيستيون تاع اليوم اللي حطيتهم لكم في ال اون ستوري اللي باش تجاوبوا عليهم، هذوكم راهو لازمكم تجاوبوا على الزوز النقاط، وان شاء الله نجاوب نرجعوا لها غدوة باش نعطيكم كل واحد ابوبخي شنو هو كومون يل فا ديتيرميني المشاكل الصغيره اللي عنده وطاقته في شنو هو قاعد يهدر فيها. عسلامه، شنو حوالك؟ الوغ خلينا نبدا وبعد يخلطوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتسجل لو لايف ان شاء الله قد ربي يتسجل. الوغ جو ديزي باش نحكيو اليوم على مفهوم الطاقه الايجابيه، سي كوا لينيرجي بوزيتيف ولا الطاقه الايجابيه، اسكو مفهومها كيما احنا فاهمينها ولا لا. وبعد باش نحكيو كيفاش شنو هي العلاقه مع الماكله ودور التغذيه في الطاقه نتاعنا. اون فيت باش نفهموا علاش كي ناكلوا هكا طاقتنا تتاثر معنا. به الطاقه الايجابيه هي الطاقه ان جينيرال لينيرجي كلكو سوا ليكول اللي مسميتها. فما ايكول تسمي الطاقه تشي، فما تسميها الكي، فما تسميها برانا، فما اللي تسميها غايكي. والغايكي هو الرقيه نتاعنا نتاع ديننا، هذيك سي لو غايكي. دونك كلكو سوا التسميه، الانرجي بيو اكتيف، الطاقه الحيويه، كلكو سوا هي جست تسميات تختلف من ايكول ايكول، من مدرسه لمدرسه. يعني من هما المدارس اختلفوا حسب البلدان، معناها من لازيم الكذا الكذا. دونك هذايا نكونوا جست متفاهمين فيه. دونك نحكيو رانا الكل لي زيكول الكل يحكيو على نفس الطاقه اللي هي مستمده كوكو، اللي هي مستمدة من الكون هذية، من الخالق، من برش حاجات نستمدو الطاقة هذية. اليوم اللي باش نحكيو عليها الطاقة اللي موجودة عندنا. به دونك كيف ما قلت لكم، الطاقة لا هي إيجابية لا هي سلبية، الطاقة إلي نوتر. أما احنا عطيناها تسميات سلبية وإيجابية بالنوع الإحساس اللي عنا ولا بنوع المشاعر اللي عنا. دونك الطاقه الي نوتر، باش تحطها يمين تهزك يمين، باش تحطها يسار باش تهزك يسار. الطاقه الي نوتر. السلبي والايجابي هو شنو ما هما؟ سو سون لي زيون اللي هما كيف ما في البيله. شفتوا البيله لهنا فيها بوزيتيف لو بول بوزيتيف، وفيها من هنا لو بول فوالا لو بول بوزيتيف من هنا ولو بول نيجاتيف من هنا. دونك هوني موان وهوني بلوس. دونك اللي باش نقوله لكم توا سي لو موان والبلوس، مش بالمفهوم الايجابي والسلبي، مش معناها الايجابي والسلبي بمفهوم الباهي والخايب. داكوردو؟ دونك تفهمنا الطاقه الي نوتر، لا هي ايجابيه لا هي سلبيه بالمفهوم نتاعنا، معناها بمفهوم باهي ولا خايب. لا، الي نوتر انت كيما توظفها هي باش تهزك. سو كي بوزيتيف اي نيجاتيف سو سون لي زيون. يعني كيف ما هوني باش نفصل لكم جوست بالبيله، بيله فيها لهنا بوزيتيف ومن هنا لو بول موان، لو بول بلوس ولو بول موان. داكوردو؟ دونك الطاقه نوتر
والايجابيه والسلبيه باهي والخايب ما فيهاش احنا اللي نواجهها. دونك تفهمنا في البوان هذايا باهي. ما قلنا احنا فما لو بلوس ولو موان. دونك احنا كي ناخذوا الطاقه، دونك الطاقه الايجابيه اللي احنا نفهموا ان مفهومنا احنا باش نقول كلمه الايجابيه يعني الباهيه داكوردو معناتها جوست فسرت لكم على الاول اللي هي سان اكزيست با ايجابيه وسلبيه سي جوست تسميه به. دونك تو باش نرجعوا بالديفينيسيون نورمال نتاعنا احنا كاشخاص نقولوا طاقه سلبيه طاقه ايجابيه. دونك الطاقه الايجابيه هي شنية؟ يعني إنسان في حالة إيجابية، إنسان في حالة طاقة إيجابية، طاقته إيجابية. هو الإنسان اللي عنده توازن بين السالب والموجب، يعني بين لو بلوس والموا. داكوردو؟ دونك عنا دوزيان، عنا طاقة تهبط من الفوق وطاقة تطلع من اللوطة، واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف، كي يركبوا على بعضهم في جسم الإنسان يعطيونا الطاقة الإيجابية. يعني لا بيرسون إلي بيان إلي نورمال ما عندهاش سي اون بيرسون بيرسون بوزيتيف. اسكو جوسكو لا سي كومبري؟ حاولت نفسلكم بأبسط أبسط 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 الطرق. دونك اللي حبيت نقول لكم يعني الطاقة الإيجابية ماهيش إيجابية والطاقة السلبية ماهيش سلبية، سي سون جوست ديزيان بوزيتيف وديزيان نيجاتيف. كيما البيلا بول بوزيتيف وبول نيجاتيف، بول فيه السالب وبول فيه الموجب، يعني بلوس وإلا موان. باهي. دونك الحالة حالة الطاقة الإيجابية هي الموازنة بين الحالة البلوس وحالة الموان، يعني ليزيان بوزيتيف وليزيان نيجاتيف، يعني بين السالب والموجب. كوم لي بيل فيها شيرة بلوس وفيها شيرة موان. اسكو سي كومبري جوسكو لا؟ نورمالمون جي اكسبيكي، مي سي اون بيرسون عندها لبس صغير ما يسالش تسالني. باهي. دونك وقت اللي يصير فما توازن بين زوز انواع نتاع الطاقات، يعني الموجب والسالب، يعني لو بلوس اي لو موان، لو بوزيتيف لو بول بوزيتيف، لي زيان بوزيتيف لي زيان نيجاتيف، تكون فما كالحاله التوازن اللي هي الطاقه الايجابيه. دونك انسان هذايا نسميه انسان في حاله طاقه ايجابيه. يعني مادام قمنا توازن، يعني ان اكسي ديون بوزيتيف، يعني ان اكسي نتاع طاقه إيجابية، معناتها طاقة كي نقول طاقة إيجابية بيان سور نحكي على البلوس والموا، عندك برشا بلوسات دونك تولي لك حالة سلبية طاقة سلبية. إذا كان عندك بلوزيوغ موا، موا أكثر من البلوس، كيف كيف تتسمى حالة سلبية. علاش؟ على خاطر فما اختلال بين البلوس والموا اللي هما كيف ما في البيلاتات. أنت وقت تجي في الكوموند، في الكوموند هذي تركب لي دو بيل، تركبهم دون لو ميم سانس، باش يصير اختلال والوحده ماهيش باش تخدم، وال الكوموند ماهيش باش تخدم. اكزاكتومون لا ميم شوز دون لو كور هومان. يعني حاله الطاقه الايجابيه هي وقت اللي نكون عندي اوتون دو بلوس كوتون دو موان، يعني عندي حاله توازن بين الايجابي والسلبي. اسكو سي كلير جوسكو لا؟ دونك سوريا قالت لنا سي كلير. داكوغ. دونك كالحالة الطاقة الإيجابية هذيك، يعني حالة التوازن، هو حالة الإنسان اللي تخلق على فطرته. بالفطرة احنا في حالة التوازن هذيك، يعني البلوس والموا يعملوا هكي لو يين لو يانغ، هكا الكورة اللي تشوفوها اللي فيها شطرها اكحل وشطرها ابيض، فما نكتة من هنا كحلة ونكتة من هنا في وسط الاكحل بالابيض، هذيك سي لو يين لو يانغ، طاقة الانوثة وطاقة الذكورة عندنا يبداو متوازنين. مي هوني اوتون معناتها تكون فما توازن بين لو بلوس والموا. اذا كان كثروا لي زيان اون بلوس راهي طاقتك تولي سلبيه، كثروا لي زيان اون موا يعني طاقتك تكون سلبيه، ما خاطر ما فماش توازن. حتى هوني كي نحكيو على الايجابيه وعلى السلبيه هو حاله عدم التوازن. داكوردو؟ به. دونك قبل ما نتعدى للفاست للاكل وكيفاش الاكل ياثر على صحتنا، خليني نكمل لكم على حكايه الإيجابية والسلبية. طيب تفهمنا وفهمنا أنه الطاقة إلي نوتر، أنا نوجهها كلكو سواء سلبية ولا إيجابية.
الله أعلم أكبر. أما في حالة أنه عندي برشا بلوسات نولي في حالة اختلال، ولا إذا كان عندي برشا دي موا باش نكون في حالة اختلال في التوازن الطاقي نتاعي. دونك يلزمني يكون عندي هكا ليكيليبر هذاك باش كيما نقولوا هكا الكرة تتسكر تجي قد قد. باهي، شنو اللي يخلي أكثر حاجات اللي تخلي في الطاقة السلبية، أكثر حاجات اللي تخليك في الطاقات السلبية وطاقات دونية على الأخر على الأخر على الأخر دون لو بلو با، لو بلو با هو تو سكي سو رابورت للشر. يعني أنه الواحد يقول والله ما نعمل فيه، والله ما نوريك الانتقام، الخوف، الغضب، عدم المسامحة، عدم العفو، هذه الكل نسيت معناتها تو سكي في دون سو سونس لا، لو جوجمان، الكل 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 هذايا الكل يخليك في ادنى الطاقات، يعني في الطاقات السلبيه. باغ كونتر قد ما انت في حاله حب، اش معناها حاله حب؟ واش حاله حب؟ معناها جو سوي زامورو لي بابيون دون لو فونتر. نو، حاله الحب يعني نقصد بها حاله الاستمتاع، خاطر الحب من اعلى ومن اقصى درجات الطاقات الايجابيه، معناتها معناتها في باغ اكزومبل حتى في سلم الوعي يتسمى parmi les stades les plus avancés. دونك هوني اش معناها الحب؟ يعني وقت تعمل الحاجه تعملها بكل حب، بمشاعر عاليه، يعني كل حاجه باستمتاع، يعني على قد ما كان عندك الاستمتاع في حياتك عالي على قد ما انت في حاله ايجابيه، على قد ما انت مستمتع حتى وانت في الامبوتياج مستمتع، حتى وانت في في المناج كيف ما قالوا لي برشا قبيله في السؤالات بتاع الواحد، وانت مستمتع حتى وانت مع صغارك وتعبوك اتسيتيرا، مي انت مستمتع حتى وانت تخدم مع عارفك وعارفك ني با كيلكان دو فريمون تري جونتي، وانت ديما في حاله استمتاع. دونك حاله الاستمتاع معناها هي اكثر يعني حاله الراحه، يعني حاله السلام الداخلي. وعلى قد ما تكون انت في اعلى طاقات متاعك، يعني طاقات الحب، يعني كي تعمل كل شيء تعمل فيه باستمتاع. وحكينا قديش من مرة كيفاش نخلط حالة الاستمتاع وحالة اني نعمل كل حاجة بكل حب على خاطر نبدأ نعمل بها، نبدأ الهدف متاعي هو الفلاح وليس النجاح، يعني سي با لو بوت ولا لوبجيكتيف ان كيستيون كي لو بلوز امبورطون، مي لو بلوز امبورطون هو السعي. كيما نقول لكم ربي عمره ما يحاسبنا، ربي من عدله عمره ما يحاسبنا على النتيجة ولكنه يحاسبنا على السعي نتاعنا. دونك على قد ما انت في حالة سعي، على قد ما انت في حالة استمتاع، يعني you are enjoying the trip، شيخ على التريب اللي انت فيها، على قد ما انت عامل جو وفي اعلى 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 طاقاتك. وقد ما تكون، ما قلت لكم المره الاخرى في الفيديو اللي فات قلت لكم انه الطاقه الايجابيه بالمفهوم اللي تو معناتها بالمفهوم نتاعنا، معناتها مش كيما فسرت لكم في اول الفيديو، معناها باش نسهلوا على العباد، نقولوا الطاقه الايجابيه اقوى من 4000 ل 6000 مره من الطاقه السلبيه. يعني انت كان طاقتك ايجابيه تنجم تاثر على جميع الناس السلبيين وتخليهم يتبعوك، مش تخلي السلبيه نتاعهم هي اللي تاثر فيك. سوسي دي جوفر اون بارونتيز، سوسي دي الانسان المتوازن هو الانسان اللي يعيش السلبي والايجابي. اش معناه؟ الانسان العادي اللي على الفطره نتاعو عنده حاله النشاط والحيوية وعنده يعيش، معناها يعيش بحالة النشاط والحيوية وحالة الضعف. الإنسان العادي كيقوم الصباح يقوم في حالة نقول جودي بيان، العادي اللي في طاقته متوازنة يقوم في حالة نشاط وحيوية، في آخر النهار كي يروح للدار إلي كاو سون كور يبا ريكلامي دو روبو، يحب يرقد. دونك هوني حالة الضعف، دونك باش يمشي يرقد. الانسان اللي يجي وقت اللي يحس بطنه تعب
il doit dormir, il doit se reposer. يقوم ياخذ مثلا منشطات ولا ياخذ دولا كافيين ولا ينزل على روحه ولا حاجه، هذه الكل باش يخلق عدم التوازن اللي نورمالمون موجود، ومن بعد بلو تار سا بو كريي دي مالادي شي سو جونغ دو بيرسون. داكور دو دونك هوني سي امبورطون باش نفهم انه انا في حاله في الحالة في حالة الطاقات الإيجابية، يعني نكون إنسان متوازن، يعني نجم نكون الصباح شديد النشاط في الليل تعب على الأخر، نجم نكون شيخ 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 وبعد جيمي مشاعر سلبية، دوك نعيشهم المشاعر السلبية، ما يلزمش المشاعر السلبية تكون أكثر من المشاعر الإيجابية، ما سي نورمال أنه يكون عندي مشاعر إيجابية، دوك نعيشهم نحدد لهم وقت. لا تكنيك اللي وريتها لكم ديما وريتها لكم يعني تقبل لكل شيء ايجابي وسلبي اكزاكتومون. التكنيك اللي وريتها لكم ان المشاعر السلبيه ما تقعدش برشا، جوست يزمني نعيشها، نخرجها على السطح وبعد الفا سانفولي وتمشي على روحها. باهي اش عندنا اخر يا سيدك؟ خلينا نكملوا في حكايه الايوا. دونك انا قبيلك اش قلت لكم الانسان اللي على الفتره نتاعو الانسان المتوازن الانسان النورمال اللي في الطاقه الايجابيه هو الانسان اللي فيه لي بوزيتيف لي نيجاتيف ايتترا. دايوغ ربي شو يقولك وخلقنا من كل شيء زوجين، يعني فما لو بوزيتيف وفما لو نيجاتيف بالمفهوم نتاعنا توا، يعني الباهي والخايب. وش يقولك ان مع العسر يسرا، يعني مع يعني في وسط العسر اللي انت فيه فما يسر. دونك هوني اقوى واعمق بلوتو اقوى واعمق عمق المعنى نتاع الطاقة الإيجابية. باش تقولوا لي كيفاش عمق المعنى نتاع الطاقة الإيجابية؟ يعني ربي وقت يقول لك إن مع العسر يسرا، وأنا جاني ظرف نتاع عسر، قوة الطاقة الإيجابية نتاعك وين تجي؟ وقت اللي أنت في وسط العسر هذيك تقول له يا ربي زعمة وين اليسر اللي موجود في وسط العسر، وهذيك هو عمق الطاقة الإيجابية. يعني قل لك مع العسر يسرا ومن كل شيء زوجين، يعني أنا في وسط الظرف هذيك جفي مو بوزي اون كيستيون، أنا جاني ظرف صعيب دونك وربي اش قال لي ما خلقنا من كل شيء زوجين، يعني فما الزوز الضد الحاجة والضد متاحة، اي انكور مع العسر يسر. دونك هوني انا باش نحرك الطاقه هذيك. شفت كي قلت لكم الطاقه اللي نوتر، انت منين باش تحركها؟ حركتها من العسر باش تمشي لك عسر، حركتها من اليسر باش تمشي لك يسر. وهذاك علاش لي امريكان دايو حتى ربي يقول هنا في القران، مي لي امريكان يقولوا تيك ات از ا جيم، يعني خذها على انها لعبه، يعني الحياه وما الحياه الا لهو ولعب، يعني انت you are in the game، يعني احنا هوني ما احناش في الحقيقه، احنا هوني nous sommes en train de jouer un rôle. وفي الغول هذيك اذا كان ما عنديش هكا العسر وما عنديش هكا الطرف تشالنج هذيك، ما نجمش نطبق العمق نتاع الطاقه الايجابيه نتاعي اللي انا تخلقت عليها اللي هي الفطره نتاعي باش تعمل لي هكا التوازن هذيك، اي دوكو مانيش باش نكون مستمتع اذا كان سي طول طون كوم سا. اي سي سكي اكسبليك كو لي بيي اللي وصلوا لدرجات نتاع العلم ودرجات نتاع الغناء ودرجات نتاع سكسس ستوريز وكل شيء، وتلقى اكثريه العباد اللي وصلت للحاجات اللي تحب عليها تلقاهم لطف عليكم انتحروا. علاش؟ على خاطر ما همش يستمتعوا، على خاطر ما عندهمش الفلاح، عملوا النجاح نجحوا جابوا الفلوس جابوا الشهرة جابوا كذا، مي كها وصل لوبجيكتيف نتاعو ما عادش عنده ما يقدم، دونك دوكو ما فماش متعة، ما فماش دي تشالنج، ما فما حتى شيء، دونك دوكو في الاخر ينتحروا. سيسكي اكسبليك ان فيت تو سا. به فما حاجه زيدا باش نقولها دون سو سانس نسيتها شنو هي. يعيشك أسوما، ميرسي بوكو. بونسوار بونسوار موني بونسوار، ميرسي مريومة.
دونك فوالا سي سكي اكسبليك قلت لكم كي يصير هكا لو ديزيكيليبر هذاك دونك فوالا سكي سباس يصير لو ديزيكيليبر دونك كوكو ايمان دونك يصيروا حالات الانتحار والفازات هذوما الكل. ربي اعطوني سكوندا نتذكر خاطر فما فكره ضاعت عليا كي قريت الكومونتير خاطر انا جي بري دي نوت هوني باش ما ننسى حتى شيء. فوالا ذكرت باهي احنا في اون فيت في الدنيا كيسك اون في الدنيا الناس كيفاش احنا كيفاش تربينا كيفاش تبرمجنا اون فيت وكيفاش قاعدين نعيشوا اون فيت احنا قاعدين نعيشوا على اساس اني انا لازمني نوصل نحقق الماديات نوصل وراء الاهداف الماديه معناها نجري وراء الاهداف الماديه. الاهداف الماديه تنجم تكون مثلا دو لا بيرت دو بوا تنجم تكون ناخذ راجل تنجم تكون اني يولي عندي برشا فلوس ولا عندي كهرباء هذوما الكل اهداف ماديه. دوك نقعد نجري وفي جرة الاهداف الماديه باش نوصلوا ان نحسوا بك المشاعر الايجابيه اور كو نورمالمون في القانون الكوني اللي حطه ربي ايش لازمنا نعمله لازمنا نكونوا في حاله استمتاع وحاله مشاعر ايجابيه باش نخلطوا بكل يسر لك الاهداف اللي هي ماديه. احنا اللي قاعدين نعملوا فيه هو العكس et c'est ce qui fait que nous ne sommes pas heureux. C'est ce qui fait que majoritairement on n'est pas satisfait. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes pour les couples. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes à gérer ses enfants. فهمتوا توا النوسيون تاع الايجابيه وزدت تعمقت فيها اكثر وقت اللي حكيت بلوتو على الواقع وسكي سباس واحنا كيفاش نتصرفوا. هذاك علاش قلت لكم بليك يلزمنا نكونوا ديما في حاله متعه في حاله حب في حاله استمتاع بكل حاجه نعملوها ولو انه فما واقع يقول غير هكا. اخكو احنا تفهمنا العبيد الجدد اللي ما يعرفوش خلنا نعاود نفهموهم انه الواقع هو وقوع افكارك في حياتك يعني نوعيه الافكار نتاعك هي اللي ستحدد نوعيه الواقع نتاعك. البرمجه نتاعنا والتربيه نتاعنا خلتنا نعتقدوا انه فما واقع واحنا نستمدوا المعلومات والطاقات والقيم وكل شيء نستمدوه من الواقع هذاك ونسينا انه احنا لا اذا نستمدوه من السورس اللي هي ربي باش ناخذوا المعلومات الصحيحه. دونك المعلومات الصحيحه هي اللي كنا نحكيو فيها الكل انه فما لو بوزيتيف فما لو نيجاتيف الطاقه الي نوتر وانا توجيهي بالفكر نتاعي باش نوجهها تكون في العسر ولا في اليسر يعني في الباهي والا في الخايب. باهي فما حاجه هي تري امبورطون احنا بيسك نحكيو على الطاقه على في الجسم الانسان في الانسان نحكيو اون جينيرال والانسان بعد بيان سور حالته هو باش تظهر له في الانفيرونمون تاعو ولا في الواقع نتاعو. انا ديما نقول لكم المشاعر هي الترمومتر. اش معناها؟ يعني نوعيه المشاعر نتاعك تعطيك نوعيه الطاقه نتاعك. يعني لو كان انت مشاعرك أكثرية النهار مشاعر سلبية أعرف أنه طاقتك سلبية وإذا كان نوعية المشاعر متاعك إيجابية أكثر الوقت أعرف أنه طاقتك إيجابية وأنك إنسان متوازن. تكوردو وإحنا قلنا نعاود ونفكر أنه مولد الطاقات الإيجابية ولا الحاجة اللي تخليك الحاجات اللي تخليك في طاقات دنيا على الأخر هي tout ce qui se rapporte le char et tout ce qui se rapporte à la nourriture de l'ego يعني les jugements الانتقام الخوف la colère عدم العفو عدم التسامح لو تقول ما نسامحش la rancune هذوما الكل يخليوك في ادنى الطاقات نتاعك. باه يقول القائل المشاعر هذه زعما شنو هو المولد نتاع المشاعر هذه شنو هو ينجم يكون المولد معناها لا بلو كروس بار نتاع المشاعر منين جايه منين معناها كلكو سوا نوعيتها معناتها ايجابيه ولا سلبيه مع العلم توت ان ساشون كو الاستمتاع
ومشاعر السعادة والحب والكل تتسمى مشاعر حتى هي. دونك منين المشاعر متاعنا تجي، كيفاش تتولد المشاعر متاعنا؟ 95% من المشاعر متاعنا تتولد عن طريق نوعية الأفكار متاعي. يعني كاني أفكاري إيجابية مش تكون مشاعري إيجابية، كاني أفكاري سلبية مش تكون مشاعري سلبية. دونك المشاعر تخليك تعرف نوعية الطاقة متاعك اللي عندك أكتوالما، إي أونكور تخليك تعرف نوعية الأفكار اللي أنت تخمم فيها، كسوا إيجابية وإلا سلبية. إسكو جوسكو لا توتي معنتها فاهمين كل شيء؟ توتي بيان؟ إسكو يا أون كيستيون جوسكو لا؟ Ben, je pense que y a pas de question. Ben, donc, نوعيه ال دونك المولد نتاع المشاعر هو 95% من السورس نتاع المشاعر جات من نوعيه الافكار نتاعي، ونوعيه الافكار نتاعي هي اللي باش تحدد نوعيه طاقتي. هذه الكل باش نعرفوا من نوعيه المشاعر نتاعي. دونك كاريتو كيفاش المشاعر اللي هي سي ان ترمومتر يخلينا نفهموا هذه الحالة هذه، وإلا أنا نكون في الحالة في الحالة هذه. باهي نزيد نتعمق شوية باش نعطيكم مثال. سوبوزون أنت متعدي في الشارع، أنت تسوق حكاية لاباس عليك، ولا متعدي على صقيك ولا اللي هو، وتسمع واحد من بعيد حشيكم وحش قدركم يعيط ويقولك يا حيوان. تخيلوا معناها الموقف هذية. دوكوني في الحالة هذي عندك زوز حاجات، يا إما باش تتقلق يمكن تعمل ان كومبورتمون نيجاتيف، ويمكن ما تتقلقش ونورمال، ويمكن زادا كي تتقلق ما تعملش ان كومبورتمون نيجاتيف. انتوكا فما عندك حالين، يا باش تتقلق يا باش نورمال وماهوش باش يهمك. شنو اللي يخليني نتقلق وشنو اللي خليني ما نتقلقش؟ واحد متعدي في الشارع احنا نسوقو الدنيا ما عادش كيفاش، وقال لك يا حيوان. اسكو كلمة حيوان هي اللي خليتك عندك مشاعر سلبية، وإلا حاجة أخرى؟ إي لا، إن فيت سكي سباس سي كو مش الكلمة مي لانتربريتاسيون نتاعي للكلمة، يعني تفسيري لكلمة حيوان. كاين انا فسرت كلمه حيوان اللي هو ما هاني وطيح لي قدري وش يقول لي هكا ايتترا ايتترا، ما تهبش تاكل بعضها بيان سور تو فات سونتيغ مال، يمكن تو بورا افوار دي ان كومبورتمون هكا ماهوش بيه كل شيء، وتطيح تعيط تنجم تعارك معاه ايتترا كيما تنجم ليه، معناها جوست تاكلها في عظامك وتقعد تغزل هكايا والكل. وفما عبد اخر قال لي كوكو، وفما عبد اخر اللي نورمال قال كيكا عادي ما يهموش فيه، ميم با انا ميم با جوجي، وتعدى على روحه قال هو حر يقول اللي يحب مثلا. Vous voyez en fait انا كيف صار لي الموقف هذاك كيفاش فسرته خلاني نعمل مشاعر، المشاعر هذيك خلاتني نكون يا في طاقه ايجابيه يا في طاقه سلبيه. هذايا كيفاش عمليا الظروف والا يدير بيا ولا العبيد ولا الكومبورتمون تاع العبيد يخليوني نتاثر. يعني انت كانك ليغو نتاعك عالي عالي في صورتك امام الناس، واحد جاي قال لك يا حيوان قدام العبيد، صورتي تمثل قدام الناس، ليغو نتاعك طلع، وكيفاش انا المون ايماج لا ايتي توشي دوفون لي زوتر كو شي يزمني جو كونتر اتاك جو كونتر اتاك ونوريه اللي هو كذا. كان الايغو نتاعي معناتها في حاله لا فيكتيميزاسيون زاد كيف كيف، جو فيكتيميز وكل شيء وقال عليا يا ربي كل شيء، ونقعد وندخل بعضي ونولي نبكي وندرا شنو ندرا شنو ندرا شنو. السيد اللي يجير تخي بيان سون ايغو وعارف اللي هو يستمد قيمته مثلا، معناتها عارف اللي هو يستمد قيمته من عند اللي خلقه، شو يقول انا ربي يعرفني اللي انا انسان، وانا ربي خلقني انسان مكرم. دونك هو يقول اللي يحب سوني كو سون افي، اي هذيك ما معناها سي معناتها سوني كو توربيتو، انا جو ني با اجوجي هكا فما ربي يمشي على روحه. Donc, vous voyez un peu. Donc, et comment je vais interpréter,
وانا ونوعيه الطاقه اللي انا عليها وانا وكيفاش مدرب عقلي. دونك العمليه هذه اللي حكيته لكم التوا تخليكم تدربوا رواحكم على انكم تتحكموا في افكاركم وتفهموا الفكره هذيك ولا الافكار هذيك السلبيه منين جات. En fait, c'est l'interprétation de la situation. يعني انت تحطيت في موقف مثلا نهار انتوما تقراو مثلا جو بران ليكزامبل ديتوديون يقراو كل شيء البروفيسور سال سؤال قالك انت جاوب ما عرفتش تجاوب نبزك قدام صحابك وقاموا ضحكوا. بالنسبه ليك الفكره اللي بنيتها على الواحد هذاك مثلا تقولوا انا ما نفهمش ولا انا حاشكم بهيم ولا اللي هو الفكره هذيك اللي بنيتها قعدت تهز فيها معاك وبعد او بو دو 5 سيزون القدام تقول انا ما عندي ثقه في روحي ولا انا ما نجمش ننجح في المشروع هذاك ولا انا كنت بهيم في المات ولا vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait ماهوش لاكت ولا الظرف اللي تحطيت فيه ولا الحاجه اللي صارت لك هي اللي تقعد كي تامباكت. مي ان فيت سكي سباس سي الفكره اللي انا نبنيها على الوضع هذاك يعني لانتربريتاسيون نتاعي على الحاجه هذيك اللي صارت. دونك كيف ما قلت لكم قبيله عمليا كيفاش نعمل تيك ات از جيم. يعني وقت اللي القاعده تقول انه الحياه ما الحياه الا لهو ولعب. يعني كي تصير حاجه ما ناخذهاش على محمل الجد ونقول صافي بارتي من الامتحان نتاعي صافي بارتي دو تشالنج داكور اي انكور سي موا كي لي اتيري. يعني ربي ما هوش يجيك يبتليك كيف ما مشي في بالهم ياسر عبيد اللي هو ربي خاطر ان احب عبدا ابتلاه وابتلاه بالسلبي سا سي لا لانتربريتاسيون غلطه نحكيو فيها نهار اخر. دونك لي تشالنج هذوكم اللي يجيو هذوكم يخليوك اللعبه فيها اكثر حافزيه فيها اكثر جو فيها اكثر انك تبدا شيخ على مرحله السعي نتاعك. دونك فسرنا توا مفهوم الطاقة الإيجابية تو باش نتعدي لا نوغيتور وكيفاش لا نوغيتور نتاعنا باش تأثر على ال تأثر اون فيت على الطاقة نتاعنا. مي اسكو جوسكو لا فوز افي دي كيستيون. هنشوف قداش مازلنا وقت. سبعة مازال عندنا وقت. اسكو فوز افي دي كيستيون على البارتي هذيا الاولى نتاع مفهوم الطاقة الإيجابية. Donc pour résumer, الطاقة الإيجابية هي كما فصلنا الطاقة اللي نوتر انا نوجهها يا ما تكون بوزيتيف يا ما تكون باهية تخدمني ولا ما تخدمنيش عارف معناها. والطاقة الإيجابية بمفهوم تاعنا توا معناها نكون في حالة لاباس عليا انه الطاقة الإيجابية سي جوست توازن انتر لي زيان بوزيتيف اي لي زيان نيجاتيف. تزيدوا لي بوزيتيف باش نكون في طاقة سلبية تزيدوا لي نيجاتيف باش نكون في طاقة سلبية. دونك Je pense que pour le moment, jusque-là, tout est bien. D'accord. Bismillah. Pardon. Donc, tawa باش نتعداو للماكلة. كيفاش الأكل واللي هو سورس من لي سورس اللي ندخلوهم للجسم نتاعنا، سورس من الحاجات اللي تعطينا زادة الطاقة. مي قبل ما تعطينا الطاقة باش نفهموا زادة أنه كيف ما الحالة هذه تصير في البدن نتاع الإنسان كيف ما الحالة هذه تصير على الحاجات اللي ناكلوهم على النوغيتور ان جنرال ولا على تو سكي سباس دون لا ناتور. باهي دونك اول حاجه اكزامبل باش ناخذوا الكل باش نحكي لكم سي دي اكزامبل لي اكزامبل هذوما باش يفسروا لنا كيفاش انه الاكل يكون هكا ولا هكا ياثر على صحتنا سور لو فولي طاقي وسور لو فولي معناها صحه معناها صحه فيزيك داكوغ. باهي علاش نسميهم لي تخوا بلون يعني لو سكر بلون لا فارين بلونش اي لو سيل لو سيل رافيني. علاش هذوما لي تخوا برودوي لي تخوا بلون نسميهم السموم القاتله اي سورتو السكر الابيض. السكر الابيض دايوغ سيتي دونك قلت لكم السكر 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 الابيض سي معناتها الى ايتي كيفاش نقول لكم معناتها حطوه في نفس الدرجه نتاع لي دروغ لا كوكايين معناها اقوى 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 اديكسيون تنجم تعملها انه لو سكر بلون رافيني يعمل نفس
l'addiction, نوع l'addiction نتاع لي دروك ولا لا كوكايين pour être plus plus clair. D'accord? علاش؟ C'est très simple. En fait, le sucre واللي هو طب واللي زيتود الكل تحكي عليه كيفاش هو ياسر مخطر الى تري دونجورو بور لا سانتي سي يقولوا له اللي هو احد السموم. علاش؟ على خاطر ربي كي خلق حاجه خلقها على تا بروت على تا ناتوريل اللي هي كي تكون حاجه ناتوريل كي تدخلها انت للجسم بتاعك بيان سور ناتوريل مع ناتوريل باش يعمل معناتها توازن. فوالا سكي سي باسي سي كو لو سكر لعبوا فيه اش عملوا له الويان راجوتي دو بوزيتيف حطوه الكل بلس 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 بلس. واحنا اش قلنا؟ قلنا اذا الحاله الايجابيه هي كالتوازن بين لازيان بوزيتيف لازيان نيجاتيف. دونك هو نحاولوا البارتي السالب الكل النيجاتيف الكل وخليو له كاين بلس 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 بلس. دونك لو سوكر الى ايتي رافيني دونك كي ترى السكر سي دي كريستو يلمع على الاخر معناها كيف تشوفوا على ليميت توي امبيلي بار لو هكا لي كريستو دو سوكر سا بري سي تري بلون سي تيلمون بلون que à la limite tu vas te voir dedans. Donc il a été industrialisé, il a été raffiné, le raffinage خلى نحالو اللون نتاعو الاسمر الغامق وخليه يوصل لدرجه البيضيه هذيك. دونك نحاولو tout ce qui est les moins الكل وخليوه الكل بلس 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 بلس. دونك هكا ليكسيم تاع البلوس عمل خلل طاقي في الواحد هذاك اي بيان سور سور لو بلان نوتريتيف نحالو لي مينيرو اللي موجودين في وسطو الكل. داكوغ دونك كي نحالو كلي مينيرو اللي في وسطو الكل وعمل له الخلل الخلل هذاك الطاقي اللي ما عادش فما توازن دونك سكي سباس كان لتر هما اي لو مانج با فورسيمون باش تدخل باش تعمل خلل طاقي واحد اخر. دونك فورسيمون il ne va pas savoir le digérer على خاطر لو كور هومان المعده نتاعك واللي سيلول نتاعك والفازات اللي عندك اللي خلقهم ربي الكل خلقهم على اساس انك كي باش تاخذ الحاجه طبيعيه وانت عندك معده طبيعيه وعندك دي انزيم وعندك حاجات دونك كي باش تهضمو باش تفهم اللي هو سي ان برودوي ناتوريل اي موش سينيال دالارم باش يتحل وقت اللي باش تاخذ حاجه مش طبيعيه. دونك فورسيمون هذاك علاش لو سكر رافيني وقت اللي باش يدخل في البدن باش يعمل اليرت روج وباش يجهلك الدنيا ليمونيتي يطيح بديك السكر الابيض ليمونيتي يطيح بوندون 6 اور البدن يقعد ساعتين ما يحرقش على خاطر البدن يولي ماهوش فاهم روحه والبدن يصير له هكايا في اي حاله تاكل فيها ان برودوي كي ني با ناتوريل. داكوغ باه الملح مثلا الملح زاده كيف كيف الملح زاده خذيوه الا غافيني نحاو منه نحاو منه كل شيء وخليه فيه كان لا بارتي اللي تملح. دونك سي بور سا كو لو سيل رافيني اي ني با بون بور لا سانتي وي اي بو كوزي دي بوكو بوكو دو بروبليم سي لا ميم شوز. وكي نحكي على لو سوكر وقت نقولوا لو سكر خاصه لي تاع ناتوريل موش لو سكر رو وكا لو سكر كاسوناد ردوا بالكم وديما نعاودها عن طريق شيخ فين نعاود فيها c'est le sucre intégral. Le sucre intégral, un sucre qui n'est pas raffiné. معناتها اللي مكتوب عليها كاسوناد ولا سكر رو نو. D'accord. ما نعاودش نرجع لها يظل لي ريقي شيح وين نعاود لكم فيها ما هكا الجدد داني قلتها المعلومه. دونك هذاك لو سكر انتغرال فيه التوازن الطبيعي نتاعو دايوغ احنا وقت اللي نستعملوا لو سكر انتغرال تلقاوه يحلي درجة الحلاوة نتاعو اقل بلوتو اي معناها تحط اقل كونتيتي دو سكر بور افوار لو ميم واحد الوغ كو لو سكر واحد مثلا باش تحط 120 غرام سكر ابيض ما تستحق كان 90 غرام سكر سكر انتغرال. فهمتوا ديجا حتى التلاعب وين وين وصل. وهذاك هو زاد كيفاش الحياه بالضبط سي لا ميم شوز. يعني على طول ما انت فما على طول ما انت في حاله توازن تقعد ديما لاباس عليك وقت اللي ديك فما
خلل تزيدوا البوزيتيف ولا تزيدوا النيجاتيف باش تدخل بعضك وما عادش فما توازن طاقي. اي بيان سور كي ما عادش فما توازن طاقي بعد يولي ما عادش فما توازن فيزيك سور لو بلان فيزيك، يولي فما امراض، يولي فما امراض نفسيه ولا عضويه ولا والا جسديه. لا اي سي لا ميم شوز، انا قلت لكم السكر صار فيه تلاعب بالفرينه كيف كيف، اي نو سون با الور زيتا ناتوريل ولا الور زيتا بروت. دونك سكي سباس سكو يصيرك الخلل الطاقي، اذا كان الخلل دخلنا حاجه فيها خلل طاقي لبدنا بيان سور احنا بيدنا باش نتاثروا، خاطر هي هذيك باغمي لي سورس نتاع التوازن نتاعنا الجسدي. يعني اون ا بيزوان دو مانجي دي فيكولون، اون ا بيزوان دو فيبر، اون ا بيزوان دو ليغوم، اون ا بيزوان دو سكر. المخ نتاعنا ما يخدم كان بالسكر، مي لازم نوعيه السكر تكون تكون باهيه باهيه. اما حاجه اخرى زاد لي كونسيرفاتور، les conservateurs ils sont très 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 dangereux. علاش؟ على خاطر الماكله اللي فيها دي كونسيرفاتور هي حشاكم ماكله ميته. تعرف عليها ماكله ميته؟ يعني كانك تاكل في حاجه ميته. وين تلقاهم لي كونسيرفاتور؟ تلقاهم في تو لي برودوي اندستريالايزي جينيرالمون. دونك il faut très très bien lire les étiquettes avant de consommer des produits. اي سي اضطريت انك مره ولا على شهوه ولا حاجه tu penches un produit ça تعملو مره vraiment mais مره في الفيل avec une toute petite quantité. دونك حاجه ثالثه انه احنا ندخلو لو ماكسيموم اكل حي للجسد نتاعنا. اش معناها اكل حي؟ اكل حي هو ماكله مثلا نقولو du blé germé. لو بلي جيرمي هو اللي خرج لي جيرم نتاعو، معناتها معناتها كي نحطوه في الماء ويخرج هكا لي بتيت غاسين لي بتيت جيرم هذوكم. دو بريفيرونس ناكلوهم ني، مثلا لو بلي جيرمي كان طيب و يبير سي كاليتي نوتريتيف، يبير اون كرون بارتي دو سي كاليتي نوتريتيف. يعني ناكلو الخضره نية، مثلا كي تجي تشري انت طماطم، كي تشري لا طوماط اسي باش تشريها في لي برونش نتاعها. وقت تشريو الخضره حاولوا انه التيج نتاع الخضره نتاعكم تكون موجوده ماهيش منحيه. على قد ما تكون التيج موجوده على قد ما هي الخضره مازالت حيه. يعني كالتيج هذيك الفوقانيه تخلي الخضره نتاعك حيه ام ماكسيما. قمح ملبت اكزاكتومون، يعطيك الصحه ايمان، القمح ملبت فوالا. دونك نحاولوا ان لو ماكسيموم ناكلو اكل ني، خضره ناكلوها نيه، والا اذا كان باش تطيبوها 2 سكوند على البواله، جوست هكا 2 سكوند، معناها نخليو فيها ان ماكسيموم نتاع 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 حياه. كالكوكو ايمان الهام بلوتو فوالا. دونك هذوما النقاط اللي حبيت نحكي عليهم بارابور على الاكل الصحي الحي، الاكل الطاقي، خاطر هو راهو يجي تشوفوا فما دي بوين دو كونفيرجونس بين الاكل الطاقي باش يحافظ على صحتنا طاقيا، وبين مش ديما دي بوين دو كونفيرجونس بين والاكل الصحي الطبي، خاطر فما اكل صحي طبي مي ماهوش به ماهوش به، معناتها معناتها فما مش ماهوش به مي ما يخدمش 100% ما يخدمناش نو 100% طاقيا. مثلا ساعات تمشي ان نوتريسيونيست يعطيك دي برودوي دي برودوي دان السنس مثلا تدي دو مانجي دي بيسكوت alors que les biscottes c'est pas bon معناها pour la santé. هو سي جوست باسكو او نيفو كالوريك ولا باش تشبع اكثر ولا دونك بور لوي سي لا بيرت دو بوا. دونك دوكو ساعات لا كاليتي ميم دي كالوري اي ني با فريمون تري 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 ريسبكتي. مي بون سا معناتها سي سون سون با تو لي نوتريسيونيست كي سان كوم سا، مي هما شي يقولك يقولك او موان يل اتان سون اوبجيكتيف دو بيرت دو بوا avec un minimum de calories, même si il peut manger par exemple quelque chose de sucré avec du sucre raffiné. Alors que non, ils mettent quelque chose d'acide, tu manges ta تحافظ لك على جسدك الطاقي كما تحافظ لك على جسدك المادي. على خاطر il faut savoir que nos chakras elles sont bloqués بالنوريتور نتاعنا.
يعني الماكلة متاعنا تأثر على الشكرات متاعنا، وبعد تقول شبيني أنا طاقتي سلبية، ولا شبيني ما نسجب ما جاتيخ با مي زوبجيكتيف، ولا نحس روحي مانيش هكا متوازن اتسيتيرا. دونك بارمي الحاجات اللي تأثر بالكدي بالكدي على لي شاكرا باغ اكزومبل، على طاقتنا اون جينيرال، هي الماكله والاكل الغير صحي. سي بور سا كو جانسيست توجور 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 على الماكله الصحيه. والماكله الصحيه زاد راهو يدخل فيها زاد لو فات انك تحب ذاتك، تحب روحك، دونك تحب تاكل روحك كاين حاجة صحية، تحب تتلهي بروحك، تحب تقعد toujours en bonne santé، toujours jeune، avoir des vitamines nécessaires، etc. Donc voilà, فما remarque زيتا كي تري تري امبورتانت، كا لي بواسون انرجيتيك، وكا لي كومبليمون، فما مش لي كومبليمون مي كالمنشطات، ولا جو سي با كومون اسكو نابيل سا، هذوكم الكل راهم c'est une source de طاقة سلبية بيان سور، على خاطر يضروا أكثر من ينفعوا، ما ينفعوش معناها يخليوك يمكن في حالة إيفاي أكثر من لازم، مي راهو ياسر خايبين، وهذوما طاقتهم مدمرة بالحق، طاقتهم مدمرة. جوفر اون بارونتيز، بربي بور لي بارون كي دون دو جو à leurs enfants soi-disant حاطين فيه هكا القيمه الغذائيه وما نعرف شنو كيما كالجو تروبيكو، راهو كله حكايه فارغه. دونك يعيشكم، نو دوني با دو جو ا فوز انفون لي جو اندستريالايزي ني ا فو دايور، معناتها ما فماش حتى جو ناتوريل، ما فماش حتى جو موز زايدين، وحاجه مستحيل ابار كو سا سوا دو لا بولب دو، معناتها سي في ارتيزانالمون سان كونسيرفاتور سان ريان دو تو، جوست ان جو دان فروي، مي دو توت لي فاسون اي فو ميو مانجي لو فروي تيل كيل اي كو سان جو. مي سي انا انفي دو بروندر ان بو دو جو، كو سا سوا دو جو فري سان سوكر اجوتي، او اكاها عيشك ويدات حتى انت محلاك عزيزتي. لي غرانولا في ميزون، وي سي بارفي لي غرانولا في ميزون، سي بارفي ما شيري. D'ailleurs, on a une nouvelle recette de granola. Oui, Marie l'hésite là, un produit sucrant. C'est une recette que j'ai dit avant. Amalta pour les manger avec des yaourts qui sont déjà assez sucrés. Donc du coup, ils n'ont pas besoin de. J'avais pas besoin de. Salut Firdaus. J'avais pas besoin, mais tu peux rajouter. Marta qui n'a jamais tête, je dis d'où un sucre en bas de ton choix, le liquide, les bûches, voilà, le yaourt, voilà, pour faire ce que tu veux. Mais les graines de la maison, c'est parfait, hein, c'est parfait. Alors, et n'a qu'à malt. قلت لكم اللي جيت باش نقوله لكم على الطاقه الايجابيه، على المفهوم الطاقه الايجابيه اون جينيرال، كيفاش نزيدوها، كيفاش كذا الماكله ودورها، كيفاش الماكله تاثر على 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 طاقتنا، على نوعيه الطاقه نتاعنا، كيفاش تعرفوا نوعيه الطاقه نتاعكم، من نوعيه افكاركم، من نوعيه المشاعر ايتترا. دونك فوالا، سي فوز افي دي كيستيون اليزي. Donc j'attends vos questions, si vous avez des questions, hein. Je vais voir déjà. Merci pour les cœurs, j'ai ajouté une purée de dattes pour sucrer les granola, bah, c'est parfait, c'est belle comme, je suis un petit comme... تسريبه من تسريبات لي كور نتاعي. يبالكم كي تاكلوا سبعه تمرات الهاله نتاع سبعه تمرات في الصباح، الهاله نتاعكم تولي زرقاء، وحتى شيء سلبي ما ينجم يصيبكم اموان كو انتم تسمحوا له انه يدخل. سبعه تمرات هو يقول لك ديما بالفرد، الرسول عليه الصلاه والسلام شفت ما كانش يقول، سبحان الله، ما كانش يقول حاجه هكاكا معناها من عدم، سواء 1 سواء 3 سواء 7، ولي 7 معناها من اقوى حاجه اللي هي تنجم تحميك طاقيا. ميرسي ا توا موني، احنا رونديفو نتاعنا غدوه اون ان ريبارلوغا.
بس سي بارفي لا بيوري دو داتا. ما نقولك حاجه، انا مره جربتها اما اتحرقت لي بالبوري دو دات، اون فيت بالرب مش بالبوري دو دات مي بالسيرو دو دات، جو لافي اوبليي خفي ساعه اتحرقت. اون فيت لو سيرو دو دات اي تيلمون بارك الله سكري على الاخر كل شيء كو ساعه تيلمون بري فيت، دونك دو كو جو لي با روفي. لي كومبليمون اليمونتير مش بين لي كومبليمون اليمونتير، اون فيت سا ديبون يزمك تقرا لا كومبو نتاع لي كومبليمون اليمونتير، تقراهم بالكدا وتشوف لا سورس نتاعهم وكل شيء. مثلا لاسبيرولين، ما سي ما شريتو حاجتك حطينا، قلت لك مثلا لاسبيرولين لازمك تاخذها تكون سورس نتاعها بيو. دونك سي امبورطون كو سو سوا سورس نتاعها بيو، خاطر سو سون دي زالك، ولي زالك اذا كان مربيين في بلاصه في البحر تبدا مسخه، دونك باش تاخذ الميركور والحاجات الخايبه الكل. انا نعمل شوفان وجنجلان وزبيب ولوز دقلا كيف ما هما، نحط مغرفتين في الياغورت يعني في حالتهم طبيعيه صحيحه، كان نزيد عسل. لي 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 سي لي تو بو لو فير لي يعطيك سمعتها بارفي، تنجم انت الهام سي كوم تو فو، تحب تعملو لا روسيت كلاسيك في الفور وكل شيء بوغ افوار لو كروستيان والكل، خاطر تو بو ميم لو مانجي هكاك اون ان بوتيت انكا، تحط في صحفه هكا مغرفتين صغار تاكلهم وقت الجوع سي بارفي. سينو حتى هكاك سي بارفي، انت حره عزيزتي. بالعكس وما قد ما يكونوا هكاك مش في الفور والكل قد ما خير. لو غازوز بهين نو سي با بون، سي با دو تو بون. Les aliments pour lutter contre la chute de cheveux. Les aliments, عندك السبنير، tout ce qui contient du fer en fait. السبنير، العدس، العدس بأنواعه. هذوما هما نورمالمون، حسي لو tout ce qui contient du fer. avec plaisir tout ce qui contient du fer ولا مش كان هذو كما معناتها راهو مثلا تكون زاد عندك دي سورس دو فيتامين سي زاد سي امبورطون ان فيت ما تكونش زاد عندك دي كارونس في حتى فيتامين ان فيت الشعر يتيح على خاطر الشعر هو من اخر اهتمامات الجسد نتاعنا دونك وقت اللي الجسد فيه اون كارونس اول حاجه باش ينقص معناها ما يبعثلهاش لي فيتامين نيسيسير ويهزهم لبلايص اخرى هو وقت اللي هو معناتها يمشي ياخذها مثلا من الشعر باش يهز لي فيتامين لبلايص اخرى سي بور سا اول ما يطيح عندك الفير تلقى شعرك يطيح على خاطر يولي ينقص من بعثين الفيتامين لتطويل الشعر للشعر وتقويه الشعر ويبعثها للبلايص اللي هما بالنسبه للبدن يلسون بلو معناتها بلوز امبورطون بور لي بور لو فونكسيونمون دو كور اكثر من الشعر. جو بونس كو ما عادش عندنا ياسر وقت، دونك عايشك انت الهام، دونك كان فما سؤال واحد اخر. وبربي الحاجات هذوما زيدوا تبعوا، مره تاقيته لكم شو اسمه دكتور كريم علي، اسمها فكري تاني، الشان نتاعو يوتيوب على اليوتيوب، il parle vraiment mieux que moi de ce genre d'information pour les compléments alimentaires au cocher خاطر هو سي ميدسان après tout. Donc il a d'ailleurs un site web au cocher وكانكم تسكنوا لبرا vous avez la possibilité de بعد تعملوا consultation عنده كل شيء. احنا هوني في تونس صعيبه شويه الحكايه معناتها بون uniquement les personnes qui ont des cartes internationales ولا avec les cartes technologiques pour pouvoir payer ولا acheter mais pour acheter مثلا des trucs ولا حاجه يلزم je pense من البرا. les cheveux secs ben il faut déjà شوف اذا كان لحمك شيح ولا بدنك شيح ولا شعرك شيح اعرف روحك اللي انت ناقصه hydratation من داخل وما تاكلش اسي زيد خضره وكل شيء هيدراتاسيون مي سي امبورطون المي والخضره والعدس وكل حاجات هذوكم الكل السان زيد تري تري امبورطون اللحم زيد سي تري امبورطون لي بروتيين لي سورس دو بروتيين لي سورس ديود زيد بهين ننسي و لي شوفو سيك دونك هيدراتاسيون ايل كومونس بار لانتيريور دونك برشا هيدراتاسيون للجسم نتاعي بالماء والحاجات هذوكم والخضره والغله وكل شيء ou encore les huiles les chantilly de karité etc les choses comme ça elles sont très essentielles.
اسهل حاجة عندك اللي هي موجودة عندنا في كل دار اللي هي زيت زيتونة. ما عندكش ما تتعبش روحك تقعد تقول وين ما عنديش، ما تصعبوش على روحكم. ما عندك حتى شيء، ادهن لحمك ووجهك وشعرك الكل بزيت زيتونة واعمل باند ويل الكلك وبعد اقعد به ساعتين من زمان، ساعة من زمان وبعد بعد دوش. دايوغ جو فو كونساي دون سو سونس دو فوار لو كونت دو ما كوبين منى هيلثي لايف ستايل. منى ال بارل تري بيان دو معناتها اي سبيسيال spécialisé dans les soins au cochet. Chouf, ziout, عندك l'huile de sésame, l'huile d'avocat, l'huile de coco, l'huile d'argan, bien sûr. L'huile de Niger, elle est parfaite. شون اللي خلي يا ربي معناتها اسهل حاجه زيت زيتونه، الويل دو ريسان باش تطول الشعر. هذوما الكل حاجات طايره على الاخر. زيد ثاني حاجه ماذا بيك ما تعملش كلي شامبوان ويحط ترجع للطفل والحاجات الناتوريل زيد هذوكم. فماش اغذيه تشتي حاله احتباس الماء في الجسم. ان فيت حاله احتباس الماء في الجسم هو يقول لك عندك احتباس تاع ماء، دونك ما تاكلش الماء، ما تشربش الماء، il faut boire de l'eau. الماء اللي يمين لي توكسين اللي عندنا الكل، واللو هي زاد قبيله نسيت ما حكيتش عليها، مي الماء هو من اكثر الحاجات اللي تنحينا الطاقه السلبيه، من اكثر حاجات اللي تخلينا نبدلوا المود نتاعنا. دايوغ يقول لك كي تتغشش امشي اغسل يديك ووجهك. الماء معناتها سي تري 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 امبورطون، ونحي الحاجات اللي فيهم الملح، الملح هيك الخايب. علاش؟ خاطر الملح نتاعنا اللي نستعملوه توا اكطوالمون هو كل الملح الخايب اللي كيما قلت قبيليكا نحاولنا منه كل شيء، خليه فيه كان البارتي اللي تملح. Donc voilà, le sport c'est très 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 important. Les tisanes elles sont détoxifiantes ou ils aident en fait. شوف وجه نقول لكم حاجه هكا تو سكي لي كور ديتوكس اتسيتيرا الحاجات هذوكم الكل سي فري كو سي بون، مي سا فو با دير كو لو كور ان بو با لو فير ان بو با. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اكزاكتومون وجعلنا من الماء كل شيء حي. دايوغ فما سوريات على الماء وكيفاش تقرا مثلا صور معينه نتاع القران على الماء وتقرا سوره الفاتحه. ديجا حكيت لكم، فكرت انا قلت لكم باش نعمل لكم فيديو على سوره الفاتحه واني تذكرتها تو ان شاء الله قلت ربي مره جايه نعملها لكم. دونك لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك يفو مانجي اكيليبري لي ايوا قلت لكم لي هكا لي تروك ديتوكس وكل شيء سي فري كو سي بيان، مي سا فو با دير كو ربي ما خلقناش راهو معنا كل شيء. البدن ما يستحقش حتى حاجه من برا باش تعاونوا، راهو il peut tout faire tout seul. sauf que احنا نعملوا une bonne alimentation une bonne hydratation. on ne s'expose pas trop au soleil معناتها وقت في الاوقات الخايبه، on s'expose كان في الاوقات الباهيه خاطر on a besoin de la vitamine D surtout les femmes. اي في باستا الاخر حاجه باهيه نجم نزيدها، ما ماهيش من اوبليغاسيون، ماهيش كان ما عملتهاش راني جو مي با ديتوكسيفي مون كور. لا لا، ربي خلقنا اون بو تو فير وحدنا. عايشك عزيزتي، عايشك. تيب دانفوجون اسهل حاجه. شوف البسباس من اقوى الانيس والبسباس من اقوى الحاجات اللي باهي، الترونجيه، الكليل والزعتر، شويه جنجمبر مش ديما معناتها مره في نقولوا مش ديما الجنجمبر سكنجبير خاطر كمان تكثر منه يتعب. عندك المورينجا، شو اسمه قلتهم الكل اللي ذول شو اسمه السوج لي فوي دو سوج اللي هي ميرامايا يذول اسمها بالعربي. ديما مغيفه هكا صغيره نتاع قهوه الكونتيتي على كيس هكا نتاع 200-250 ملل مغرفه صغيره نتاع قهوه كون في انفوزي. وفما فرق راهو بين الانفوزيون بين انك تغليه، معناتها فما دي فو فير تري تري اتونسيون، فما حاجات تزمك تغليهم فما حاجات لا. بون جو فو دي او روار خاطر سي بون باش ميرامايا فوالا باش يقص لو لايف، مازالونا 20 سكوند. دونك ميرسي دافوار سويفي ان شاء الله. Oui, on peut ou femme des mélanges yitbaou hadrin. Tu peux mélanger, tu peux faire ce que tu veux. Allez, je vous embrasse très fort. Bye bye.